طبعاً كلنا شفنا مع بعض هيدي اللحظات الصعبة والمؤثرة من بعد خروج مارسيلو أسطورة ريال مدريد، من بعد كل هالسنوات الطويلة كأكتر لاعب بحقق بطولات بتاريخ النادي. مثل ما شايفين كرموه مؤتمر كله قدره رئيس النادي بيريز أنشيلوتي ودموعه، مثل ما قدم للنادي النادي بدي يقدم لك. وقبل مارسيلو كان في كتير، في عندك راموس كاسياس يمكن ما قدروه مثل ما قدروا راؤول بيبي وكتير غيرهم من الأسماء. على القليل راموس كاسياس احترمون بشي بسيط أفضل من أنه ما يحترمون بالمرة من بعد الوداع. بس أنه يكون عندك أفضل لاعب بتاريخك وأفضل هدف بتاريخك ويفل بهالطريقة المزلة، والله صعب كتير. لك رونالدو بعده هلأ محروق قلبه باللي صار معه مع ريال مدريد، بعده هلأ بتابع حسابات الفرق التانية اللي كان يلعب معه قبل، سبورتينج لشبونة، اليوفي، عم بتابع الكل يلي كان يلعب معه قبل ما عدا فريق ريال مدريد يلي هو بيعتبر افضل لاعب بتاريخ النادي. رونالدو محروق قلبه باللي صار مع النادي، بدهم يفللوه يفللوه، يروح على اليوفي يروح وما كان، بس قليل احترموه وقدروه باللي عملوا معكم. لك رونالدو كان بيعشق شيء اسمه ريال مدريد، يبوس الشعار، يلعب من كل قلبه. بكفي لما فللتوه من النادي كان جايبكم اخر مره دوري ابطال اوروبا، وبالاخر تفللوه بهذه الطريقه المذله. لك انا مأكد انه رونالدو بعده هلا محروق قلبه باللي صار معه قبل، انك انت تكون هداف التاريخ لهالفريق واكبر انجازات عامل لهذا الفريق، بالاخر هذا الفريق يخرج اساطير قبلك وبعدك وهن قيمتهم اقل منك، ويشوف هذا الشيء اللي قدامكم، والله عيب. للاسف هيدا اسوأ خيار عمله ريال مدريد بتاريخه انه ما ودى رونالدو بطريقه محترمه.